المسلمة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة من خلال هذا اللقاء مع الدكتور أحمد درويش. دكتور أحمد، في البداية بنرحب بحضرتك على شاشة قناة النهار، وحضرتك أعلنت عن حزمة من المشروعات يعني التي من المفترض أن تنفذ خلال الفترة المقبلة في منطقة قناة السويس. كيف يمكن الاستفادة من وجود هؤلاء العلماء في هذه المشروعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعلم أنك يعني بشكل ما عندك تضارب في المصالح، لكن أنا ما عنديش ده، فلازم أشكر قناة النهار على دعمها لهذا المؤتمر والمبادرة الوطنية من قناة النهار، وإحنا سعداء الحقيقة بأنه يعني أنه بنرى الإعلام والمجتمع المدني والحكومة والأطراف كلها بتضع إيدها في إيد بعض من أجل بناء مصر، فأشكركم على ده. الحقيقة المؤتمر اللي احنا بصدده ده له مذاق وطعم وشكل مختلف. احنا مش بنتكلم على مؤتمر حضره 300-400 واحد ويطلع واحد كده يقول كلمة ونخرج بتوصيات. احنا في اطار شكل جديد بنشكر عليه السيدة الوزيرة السفيرة نبيلة مكر. احنا اللي مدعوين 31 واحد. فالجلسات تتميز بانها جلسات محددة بتتكلم في نقاط واضحة، بنتكلم في موضوعات تم تحديدها مسبقا، بنتكلم في البحث عن آلية لكيف نستفيد من ده. على سبيل المثال أتكلم على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. احنا عندنا مجموعة من النقاط اللي احنا لينا رغبة في ان احنا نطلب فيها المعونة والمشورة. الناس اللي كانوا على المنصة في الجلسة الافتتاحية دول ال 31 عالم او ابن من ابناء مصر، دول يعني تقدر تعتبرهم استشاريين على اعلى مستوى، اللي هو يعني فاتورته لو انت حبيت تاخد منه عمل استشاري باهظ، فهو جاي يقول في حب مصر انا بتطوع بالاتي. فاحنا بنقول والله طب واحنا محتاجين الاتي. اللي هيحصل وهيتم ان شاء الله خلال الجلسات انه فريق العمل في كل نقطه من النقاط هنتعرف على مين الاثنين اللي مستعدين ان هم يساعدونا ويعانونا في تقديم المشوره في هذا الموضوع. بشبكهم مع الاثنين من فريق العمل عندي اللي شغالين على هذا الموضوع، ثم نبتدي نتفق على الاليه. بالغالبيه الاليه دي هتكون التعاون من خلال البريد الالكتروني، نزل عايشه بره وهو يقول لي والله انا مستعد ادي لك يوم كل اسبوعين. يوم كل اسبوعين ده كويس قوي بالنسبه للاستشاري بهذا المكانه الدوليه، انه احنا بنبعت له هو بيعلق وبعدين بيقول لنا طب ما نقدر نعمل كده، طب انا عارف ان الشركه فلانه بتعمل كده، طب انا عارف انه التكنولوجيا الحديثه هذا. واحنا عندنا موضوعات محدده، انا اتكلمت على مين يستطيع ان يتخيل هيحصل سنه ايه في 2030. يعني اذا كنت حضرتك كل سنه الموبايل اللي في جيبك بيبقى امكانياته مختلفه خالص عن السنه اللي قبليها، هل حد يقدر يتخيل البنية التحتية اللي تحت الأرض دي، الكهرباء والغاز والمية والصرف الصحي وإطفاء الحريق والتأمين، ومش هتبقى شكلها ايش 2030؟ طب أنا بجهز منطقة ل 2035، فلازم أبتدي أفكر بتفكير مستقبلي واسع جدا. عندي تحديات بطبيعة الأرض، عندي تحديات في النماذج الاقتصادية، الاقتصاد الكلي يعني عايز أقول إيه التدفقات النقدية بتاعتنا، وطب إيه النموذج اللي أنا أعمله بحيث إنه أدي حوافز اقتصادية ضريبة. هل الإرادة موجودة يا فندم؟ أفندم؟ الإرادة موجودة جدا، موجودة جدا. اولا زي ما قلت لك احنا نموذج الحكومة بتاعنا مدينا الحرية ان احنا كده نبقى سهلين ونتحرك. ليه؟ لانه عندنا هذه الاستقلالية، فما احناش مكبلين بالثقل بتاع الحكومة. احنا جهة صغيرة، عندنا مجلس ادارة متفتح جدا، هذا المجلس قادر على اتخاذ كل القرارات طبقا للقانون، فعندنا القدرة على التحرك. فاحنا عندنا النية الصادقة، هم عندهم المعلومة، احنا عاملين الواجب بتاعنا، مذاكرين كويس، عارفين ما احناش مبتدين من ورقه بيضاء من الصفر. فانا اعتقد ان هذا النموذج سينجح باذن الله تعالى. هل مجلس اداره الهيئه استطاع خلال العام الذي يعني خلال العام الذي مضى، وهو يعني تقريبا سيكون في يناير المقبل، سيكون مضى عام على مجلس الاداره الخاص بتنميه المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس، هل انجزتم ما وضعتموه في الاجنده الخاصه بالمشروعات والمخططات التي كان من المفترض ان تنفذ؟ طيب طبعا انت تسالني، انا المره دي بقى انا اللي عندي تضارب مصالح مش انت. انا اقول انجزنا اكثر مما كان مما كنا مستهدفين، ولكن انا عايز انت هتبقى الحاكم. احنا فعلا انت ذاكرك جيدة، اول مجلس ادارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد 2 يناير 2016، ف2 يناير 2017 هنتم سنة. احنا بصدد حاليا اعداد التقرير السنوي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسندعو الى جلسة ومائدة حوار مستديرة للاعلام والصحافة، هيتم قبلها باسبوع او عده ايام توزيع التقرير السنوي، نقول ده اللي عملناه في السنه اللي فاتت، ده اللي ناويين نعمله في 2017، وده اللي ناويين نعمله في وهناخد رايكم
بمنتهى الشفافيه والانفتاح. احنا من فضل ربنا مستشارين، احنا حققنا ما كنا نرغب فيه، لا حققنا اكثر، سواء في المنطقه الجنوبيه. انا بعت لسياده الرئيس خطاب من شهر، سياده الرئيس احنا انهينا تخصيص كل الاراضي اللي في المخطط العام اراضي صناعات ثقيله في سنه واحده. العقود التي وقعناها مش بتكلم على حاجه في اطار التفاوض، 22 مليون متر، ده مقارنه ب 2 مليون متر في منطقه السخنه تم تسويقهم وترويجهم في الفتره من 2003 ل 2015، يعني اللي اتعمل في سنه 11 مره اللي اتعمل في ال 12 سنه اللي قبليها. بنتحرك في اتجاه الصناعات الخفيفه والمتوسطه، ومعانا اكبر المكاتب الاستشاريه عشان بقى نقول ايه، احنا خلاص صناعات ثقيله، لا احنا عايزين صناعات، لان صناعات ثقيله ما هيش صناعات كثيفه العمال، الصناعات الخفيفه صناعات كثيفه العماله، واحنا لينا بعد تنموي، احنا لازم نولد فرص عمل. ف شرق بورسعيد، لا شرق بورسعيد انا عندي طلبات ب 18 مليون متر في شرق بورسعيد، انا هوقع اول 4 مليون متر في يناير. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انا عايز شرق بورسعيد دي جوهره، شرق بورسعيد دي الشمس التي ستبزغ في شرق المتوسط. فانا مش عايز ان انا المستثمر يجي بعدين يكتشف انه لسه محطه الماء ما خلصتش، او الانفاق ما خلصتش والطوابير طويله، على مش عايز انا عايزها تبني سمعه جيده، فانا اللي ايه بحاول ايه اتاخر عشان لما المستثمر يجي ابقى انا جاهز بالميه وبالمينه وبالنفق وما الى ذلك. جنسيتها ولا المستثمرين يا فندم؟ لا انا عندي من جميع الجنسيات، يعني في العين السخنه الجنسيات المطورين الصناعيين 3 مصريين 1 صيني 1 سعودي، فعندي الصناعات الثقيله عندنا فيها استثمارات امريكيه واستثمارات انجليزيه واستثمارات المانيه واستثمارات سعوديه، فلا عندنا من كل الجنسيات. مدينه الدواء واللي انا تحدثت عنها، ودي اول مره اتكلم على حاجه لسه ما وقعناهاش، لكن هي في طور نهائي، احنا وقعنا مذكره تفاهم ووقعنا خطاب نوايا، فيعني العقد ان شاء الله في اطار المراجعه القانونيه. دي استثمارات اسبانيه انجليزيه امريكيه، فاحنا لا احنا قادرين الحمد لله على استقطاب استثمار جيد لمصر. مصر دوله جاذبه بغض النظر عن كل ما يدور حولنا في المنطقة، نحن دولة جاذبة. ما نصيب المشروعات الصغيرة المتوسطة باعتبارها يعني الحجر أو حجر الزاوية أو العمود الفقري لعمليات التنمية في معظم الدول وحتى الدول المتقدمة؟ الصناعات الصغيرة والمتوسطة دول لهم منطقة بالكامل ليهم، يمكن أنا ما ركزتش عليها في الجلسة الافتتاحية لأنه ده اللي بتكلم على شأن منطقة الأنطرة غرب. أول 197 فدان هيجهزوا في القريب العاجل في غضون 6 أشهر، إحنا حاليا بنتفاوض للبحث عن شركة إدارة اللي هي تيجي تدير بالنيابة عننا، لأن بتكلم على صناعات صغيرة، واحد أجر 500 متر واحد أجر 1500 متر. أنا كهيئة مش عايز أتضخم ويبقى عندي يعني جيش من الموظفين شغلته إنه يفوت يلم الإيجار ويبص على المشاكل الخاصة بالكهرباء والمية، فبندور على شركة إدارة. إنما الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد أي يعني اقتصاد. ليه اخترنا المنطقة دي؟ لأن الأنطرة غرب دي قريبة أو من الدلتا، هي منطقة أبو خليفة، معرفش إذا كان ناس كتيرة تعرف في الخريطة يعني، فهذه المنطقة قريبة من الدلتا، قريبة من قناة السويس، قريبة، فمنطقة هتخدم بشكل جامد قوي، ممكن يجي فيها صناعات غذائية وصناعات زراعية وصناعات خشبية وصناعات جلدية وصناعات متعددة. وعندنا يعني وأنا بكلمك احنا لسه ما فتحناش الباب، عندي 230 طلب، فشوف ولاد مصر متحمسين انهم يعملوا شغل. بطبيعة الحال هذه المشروعات العملاقة والكبيرة سيكون هناك فرص عمل تتيحها هذه المشروعات، كم عدد هذه الفرص يا فندم؟ بص انا ببقى حريص شوية في الحديث عن ده، يعني الدراسة اللي معمولة مش المنطقة الاقتصادية عاملاها، الدراسة اللي اتعملت من دار الهندسة كانت بتتكلم على 1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سنة 2030، يعني في غضون خلال 15 سنة نولد 1 مليون فرصة عمل. أنا معتقد أن الرقم ده لو حطينا خط تحت كلمة غير مباشر، لأن في فرص عمل مباشرة زي ما تقول مصنع مثلا أدوات رياضية وملابس بيفتح،
ده بيعين 10,000 واحد، دول 10,000 فرصة عمل مباشرة. إنما المصنع ده بيعمل فرص عمل غير مباشرة لأنه بيفتح محلات وناس بتشتغل في نقل وهو، ففي فرص عمل بنعرف ما بين المباشرة وغير المباشرة. أنا معتقد في 15 سنة مليون، ده رقم منطقي، بس الدراسة دي مرة تانية مش إحنا اللي عاملينها، دي الاستشاري اللي عاملها. السؤال الأخير، هل هناك بعض التعديلات التشريعية التي يعني اقترحتها الهيئة لكي يتم تسيير الأعمال بشكل سلس وبشكل سهل وبدون تعقيد؟ بص حضرتك، إحنا عملنا دراسة على 12 منطقة اقتصادية في العالم، فعملنا دراسة كده 13 عمود، 12 منطقة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الدراسة دي فيها فوق 50 عنصر، بنتكلم على سعر الأرض، بنتكلم على بتسجل شركتك، بتأسس تسجل كده في كام يوم، سعر الكهرباء، سعر المية، تمام؟ إحنا يعني درجة التنافسية بتاعتنا عالية جدا، إن لم تكن للأعلى ما بين المناطق، سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي. عندنا بعض الصناعات اللي إحنا محتاجين لاستقطابها إن إحنا ننظر في المعدل الضريبي اللي هو الخاص بـ 22.5%، وده إحنا شغالين فيه فعلا من خلال قانون الاستثمار ومن خلال السيد وزير المالية. السيد وزير المالية طبعا عنده عجز في الموازنة، فبيتكلم يعني أي حاجة بالنسبة له الضرائب مسألة حساسة لأنها بتؤثر على الدخل مباشرة. إحنا مش بنتكلم إن إحنا محتاجين إنه الضريبة تنزل على كل الناس، لكن محتاجين إن إحنا بعض القطاعات نشوف لها حزمة جاذبة، زي قطاع السيارات، قطاع الأدوية، قطاع الإلكترونيات، قطاع الملابس والأدوات. في بعض القطاعات إحنا محتاجين نعلي الميزة التنافسية بتاعتنا حبة صغيرة كده، بحيث إن إحنا نفوز بهذه العقود بإذن الله تعالى. ده شغالين عليه. شكرا دكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية.